المشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيرلومير. يتجدد معكم لقاءنا الأسبوعي والذي نستهله بأبرز العناوين. في لقائه الأسبوعي، البابا فرانسيس يوجه بضرورة المشاركة بالخبز اليومي. نشاطات عديدة لسيادة المطران خريستوفوروس في الكنائس الرعوية. كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم تقيم قداساً احتفالياً بمناسبة عيد القديس يوسف. وفيها أيضاً مركز التعايش الديني يحتفل بعيد البشارة وعيد الأم. أهلاً بكم. استكمل قداسة البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي حول صلاة الأبانة، ذلك الجزء الذي يحمل رائحة الحياة وهو الخبز اليومي، حيث قال قداسته في هذا الصدد أثناء حديثه لجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ننتقل اليوم إلى تحليل الجزء الثاني من صلاة الأبانة، ذلك الذي نقدم فيه احتياجاتنا لله. يبدأ هذا الجزء الثاني بكلمة تحمل رائحة الحياة اليومية، الخبز. تنطلق صلاة يسوع من طلب ملح يشبه كثيرا توسل المتسول: أعطنا خبزنا كفاف يومنا. هذه الصلاة تأتي من أمر بديهي غالبا ما ننساه، وهو أننا لسنا مخلوقات تكفي ذاتها، وأننا نحتاج لأن نتغذى يوميا. وبالتالي يعلمنا يسوع أن نطلب من الآب الخبز اليومي، يعلمنا أن نقوم بذلك متحدين بالعديد من الرجال والنساء الذين تشكل هذه الصلاة بالنسبة لهم صرخة غالبا ما تبقى محبوسة في داخلهم وترافق قلقهم اليومي. كم من الأمهات والآباء لا يزالون اليوم أيضا يذهبون إلى النوم يثقلهم ألا يكون لديهم في الغد الخبز الكافي لأبنائهم. إن الصلاة المسيحية تبدأ من هذا المستوى. هذا ليس تمريناً للمتقشفين، بل ينطلق من الواقع، من قلب وجسد أشخاص يعيشون في العوز أو يتقاسمون حالة من لا يملك الضرورية للعيش. إن الخبز الذي يطلبه المسيحي في الصلاة ليس خبزي، بل هو خبزنا. هكذا يريد يسوع، يعلمنا أن نطلبه لا لأنفسنا وحسب، وإنما لجميع الإخوة في العالم. إن لم نصلي بهذه الطريقة تكف صلاة الأبانة عن كونها صلاة مسيحية. إن الخبز الذي نطلبه من الرب في الصلاة هو الخبز عينه الذي سيديننا يوما ما، سيوبخنا على قلة اعتيادنا على كسره ومقاسمته مع من هو بقربنا. في أحد الأيام كان هناك حشد كبير أمام يسوع، وكانوا أناسا جياع. سأل يسوع إن كان أحد يملك شيئا، فكان هناك فقط طفل مستعد ليشارك زاده 5 أرغفة وسمكتان، ويسوع كثر ذلك التصرف السخي. ذلك الطفل كان قد فهم درس الأبانة، أن الأكل ليس ملكا خاصا، وإنما عناية نتقاسمها بنعمة الله. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن المعجزة الحقيقية التي صنعها يسوع في ذلك اليوم هي المشاركة، فهو إذ كثر ذلك الخبز الذي قدم استبق تقدمة ذاته في الخبز الإفخارستي. في الواقع وحدها الإفخارستية قادرة على إشباع الجوع اللامتناهي والرغبة في الله التي تحرك الإنسان حتى في البحث عن الخبز اليومي. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, nella sua semplicità e nella sua essenzialità, il Padre nostro educa chi lo prega a non moltiplicare parole vane, perché come Gesù stesso dice,
Il Padre vostro sa di quale cose avete bisogno prima ancora che gliele chiedate. Per questo il primo passo della preghiera è la consegna di noi stessi e le nostre domande esprimono la confidenza nel Padre. Ed è proprio questa fiducia che ci fa chiedere ciò di cui abbiamo bisogno senza affanno e agitazione. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في بساطتها وجوهريتها تربي صلاة الأبان من يصليها على عدم الإكثار في الكلام، لأن وكما يقول لنا يسوع: أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. لذلك فالخطوة الأولى للصلاة هي أن نسلم أنفسنا لله ولعنايته. أما طلباتنا فتعبر عن الثقة بالآب، وهذه الثقة هي التي تجعلنا نطلب ما نحن بحاجة إليه بدون قلق واضطراب. ليبارككم الرب. ضمن نشاطاته العديدة وخدماته الرعوية المعهودة، ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الروم الأرثوذكس في عمان خدمة صلاة الغروب ومباركة الخمس خبزات في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في الصوفية، والاحتفال كذلك بأحد الأرثوذكسية، إضافة إلى ترأسه صلاة يا رب القوات في كنيسة الصعود الإلهي في منطقة خلدة بعمان. المزيد حول نشاطات سيادته في التقرير التالي. يواكب فريق نورسات الأردن تغطية الفعاليات والخدمات الرعوية التي يقوم بها سيادة المطران خريستوفوروس مطران الروم الأرثوذكس في عمان، حيث ترأس سيادته خدمة صلاة الغروب والخمس خبزات في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في منطقة الصويفية بمعاونة لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة وحضور عدد من أبناء الرعية. ليكن مجد الرب إلى الدهر، ليفرح الرب بأعماله، الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد ويمس الجبال فتدخن. أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجودا. وفي كلمة روحية للمطران خريستوفوروس عقب الانتهاء من الصلاة، تحدث عن عدة مواضيع روحية علينا أن نعيشها في زمن الصوم الأربعيني، وأكد على دور الكنيسة والآباء في الحفاظ على مكانة الإنسان ومتابعته الروحية، وأوصى الجميع بعمل المحبة مع الآخرين في زمن ساد به الشر والظلم. في هوى في داخلك، هاي الأهواء لازم نستأصلها. الكنيسة بتعطينا باب لبعض من هاي الأهواء، مثل اللي نحن بنحكيه بالصلاة: أيها الرب وسيد حياتي، اعتقني من روح البطالة والفضول وحب الرئاسة والكلام الباطل أو البطال. هاي هي أربع ينابيع أو جذور رئيسية للأهواء. في داخل هاي الأربعة موجودة كل الأهواء، عشان هيك الكنيسة بدها منا في هاي الفترة نستأصل هدول الجذور الرئيسية. أيها الرب وسيد حياتي، اعتقني من البطالة. البطالة شو هي؟ مش إني فقط إني أقعد وأكون كسلان، ولكن البطالة هي كيف فكري بفكر. هل المسيح هو مركز فكري أو العالم هو مركز فكري؟ والفضول، الفضول إشي كتير رذيلة سيئة جدا، هي أصل لكتير من الرذائل. وقديش في عصرنا الفضول كتير، دائما نحن بدنا نتطفل على الآخر، بدنا نعرف شو الآخر، وعشان هيك كتير مرات حتى لقاءاتنا بالآخر هي بتكون لقاءات فضولية. بدنا نعرف شو الآخر بده يحكي لي، وإذا ما حكاليش بحطه على جانب، بطل صاحبي. فضول من أصل من أسوأ الرذائل. حب الرئاسة، بدنا نكون دائما في الواجهة. كلام الباطل، قديش كتير مرات كلامنا فقط بيكون للثرثرة. فالكنيسة بدها تقيم هذول الأربعة وبدها تحط محلهم إيش؟ بدها تحط محلهم، بدها تزرع. لما بتخلع الشوك بدك تزرع ورد، بدك تقيم الرذائل والأهواء، بدك تزغل الفضائل. وانعم علي بروح العفة واتضاع الفكر والصبر والمحبة.
أعطتنا الكنيسة العلاج. وفي صبيحة اليوم التالي ترأس سيادته في ذات الكنيسة خدمة القداس الاحتفالي بمناسبة أحد الأرثوذكسية بمعاونة عدد من الآباء الكهنة وحضور الأخت كاترينا من راهبات دير السيدة العذراء ينبوع الحياة وجموع من المؤمنين. الذين بالإيمان قهروا الممالك وعملوا البر ونالوا الموعد وسدوا أفواه الأسود. وبعد الإنجيل المقدس وسر الإفخارستية هنأ سيادة المطران المؤمنين بهذا اليوم المبارك الذي يعتبر الأحد الأول من الصوم، وتعيد الكنيسة فيه بتذكار تعليق ورفع الأيقونات المقدسة بعد حقبة طويلة من السنين عرفت بحرب الأيقونات، وذلك في القرنين الثامن والتاسع الميلادي. واليوم نحن منحتفل بأحد الأرثوذكسية وبعيد رفع الأيقونات المقدسة، لأن الأيقونات اضطهدت في الكنيسة أكثر من 100 سنة، والكنيسة في المجمع المسكون السابع ثبتت عقيدة الإيقونات وثبتتها في الكنيسة، ومن وقتها والكنيسة ونحن أبناء الكنيسة منؤمن إنه نحن السجود اللي منعمله أمام الإيقونة هو سجود إكرامي، لأن نحن نكرم القديسين والقديسات وأبناء الفائقة القداسة اللي موجودين مصورين في هذه الإيقونات. وأمام صور وإيقونات الرب والمخلص يسوع المسيح نحن بنعمل سجود عبادي اللي فيه بنرفع عبادتنا لله للأصل الموجود في السماء. نحن ما بنسجد أمام الخشب والألوان ولا بنعبد الخشب والألوان، ولكن نحن بنعبد الإله الموجود في السماء واللي تجسد، واللي سمعنا إنجيل اليوم حكى فيليبوس نثنائيل تعال وانظر، تعالوا شوف إنه المسيا إنه الإله تجسد وهو لابس جسد. وكون الإله تجسد هيك في عنا في الكنيسة إيقونات، ونحن منسجد أمام الإيقونات سجود إكرامي وسجود عبادي للمثال الموجود في السماء وفي كل مكان، لأنه الله موجود وحاضر في كل مكان ومالئ الكل، كنز الصالحات ورازق الحياة اللي بنحكي لها عن المعزي عن الروح القدس الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس. وفي ختام الصلاة دار سيادته مع الآباء الكهنة وأطفال الرعية حاملين أيقونات مقدسة حول الكنيسة مرتلين ومهللين بهذا الحدث الأغر. وختاما لنشاطات سيادته لهذا الأسبوع ترأس صلاة يا رب القوات في كنيسة الصعود الإلهي في منطقة خلدة بالعاصمة عمان بمعاونة كهنة الرعية وبحضور جموع من المؤمنين. وختمت الصلاة بعظة روحية لسيادته وجهها لأبناء الرعية كان مفادها عن الصوم المقدس وتدريبات روحية في حياتنا. هل نحن من نكون أبناء للكنيسة ويكون في عنا طاعة على الكنيسة، أو نحن من نمشي في فكر العالم اللي نحن عايشين فيه؟ في كنيستنا في أسرار وفي حياة أسرارية اللي نحن كأبناء في داخل الكنيسة لازم يكون عنا طاعة على هاي الأسرار ونمارسها في حياتنا. هذا الشيء بدفعنا إنه نحن نختبر الإشي قبل ما نحكم عليه.
نحن منقع بفخ إنه نحكم على الإشي قبل ما نختبره. طب لا، اختبره أول وبعدين أحكم. وحكمك مش لازم يكون بمقياس عقلك، ولكن بمقياس الروح اللي فيك. يعني كتير مرات نحن منحاول نحلل الأمور بالمنطق تبعنا، والمنطق تبعنا مين بكونه؟ بكونه الزمن اللي نحن عايشين فيه. والزمن هو متقلب، مرات بحكي لنا هيك ومرات بحكي لنا هيك. فمعناته المعيار مين لازم يكون؟ لازم يكون روحنا اللي بتستمد حركاتها من طاعتها لتعاليم الكنيسة. أقيم في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم قداس احتفالي بمناسبة عيد القديس يوسف، ترأسه قدس الأب رامي عساكرية بحضور عدد من الأباء الكهنة والراهبات وجمع غفير من المؤمنين. مندوبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوة حضرت القداس وأعدت التقرير التالي. بمناسبة عيد القديس يوسف أقيم قداس احتفالي في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم، حيث وضع تمثال للقديس في الكنيسة مزين ومكلل بالورود والشموع المضاءة. ما أن ابتدأ القداس حتى امتلأت الكنيسة بالكهنة والراهبات والمؤمنين وبأصوات الترانيم التي خصصت للقديس يوسف وبصلوات تخرج من القلوب بصوت واحد لتعلو في الأفق لتمتلئ الكنيسة بفرحة عيد القديس البار، حيث ترأس القداس الأب رامي عساكرية راعي كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم وعدد من الكهنة، والذي تحدث في عظته عن القديس يوسف الذي أطاع الملاك منذ البداية ومن ثم حمل العائلة المقدسة وكان مثال الأب الصالح والحارس والمدبر للبيت الذي نشأ فيه يسوع له المجد، والذي لم يعرف يوماً التعب والكلل أو الملل، وحفظ بمنتهى الأمانة ما عهد به الله إليه، وكان نموذجاً للمؤمنين في الكمال وفضيلة الطهارة، وأن طهارته فاقت طهارة سائر الناس، وكان أباً حنوناً وحافظاً لمريم البتولي، واستحق نعماً كثيرة تفوق كل وصف، أولها أنه شاهد في بيته وبين ذراعيه ابن الله الكلمة المتجسدة. اليوم منحتفل بعيد القديس يوسف، شفيعنا جميعاً حامي الأسرة المسيحية اللي بنطلب شفاعته حتى يحمي أسرنا المسيحية هون في بيت لحم في العالم أجمع. شفيع قداسته تتميز بالصمت زي العذراء مريم، الصمت اللي بيعطي ثمر قداسة وإيمان لكل اللي حواليه وبيحقق مشيئة ربنا من خلاله، لأنه صمت مطيع ومصغي إلى إرادة الله. وتخلل القداسة أيضاً تجديد النذور لراهبات الكلمة المتجسدة، حيث جددت 15 راهبة نذورهن أمام مذبح الرب، وبعدها تمت الدورة للراهبات مع الكاهن. احنا اليوم نحتفل مع الكنيسة الجامعة بعيد القديس مار يوسف، هو شفيع الكنيسة الجامعة وشفيع رهبنتنا، لانه احنا رهبنتنا اتأسست بيوم عيد القديس يوسف 19/3/1988 بالارجنتين، وعلى وبهاي المناسبة احنا عنا التقليد انه نجدد النذورات كلياتنا، نجدد النذورات بعيد القديس مار يوسف، وبهاي المناسبة كمان احنا بنعايد على كل الاشخاص اللي حاملين اسم يوسف بجميع اللغات، يوسف، جوزيب، خوسيه، جوزيف، كل الاسماء، وكل عام وانتم بألف خير. اليوم احنا كرهبانية بنحتفل بعيد القديس يوسف، هو شفيعنا، وبدي احكي لكل رهبات الكلمة المتجسدة كل عام وانتم بخير. احنا كمان في هذا اليوم اللي هو تأسست فيه رهبانية الكلمة المتجسدة 31 عام على تأسيس الرهبانية. انا اسمي يوسف، بحب اعيد على كل واحد اسمه يوسف.
وفي نهاية القداس وعلى أنغام جوقة الكنيسة وفي صلاة جماعية طلب المؤمنون أمام الثالوث الأقدس شفاعة القديس يوسف أن يبارك العائلات ويحميها ويجعل كل من مر بضيق فرحاً ولكل مهموم راحة ولكل حزين سعادة ولكل مريض شفاء. وبعد البركة تقبل الكهنة والراهبات التهاني بهذه المناسبة. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم. رعى سيادة المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس بيير باتيستيا باتسبالا احتفال البطريركية بالذكرى 60 لتدشيني مذبح وهيكل كنيسة القديس يوسف في جبل عمان. إلى المزيد. وسط أفراح كهنة وأبناء رعية القديس يوسف للاتين في جبل عمان احتفلت الكنيسة بالذكرى 60 على تدشيني مذبح وهيكل كنيسة القديس يوسف، حيث شهدت الرعية حفل استقبال حافل للمدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية المونسنيور بيير باتيستا باتسابالا الذي قدم خصيصا من القدس إلى مدينة عمان كي يواكب فرحة أبنائه والاطلاع على العمل الرعوي الكبير في تلك الكنيسة العريقة والتي شكلت نواة روحية جذابة لأجيال وأجيال. كان في استقبال سيادته قدس الأب وسام منصور كاهن الرعية والأب ماريو بحضور المونسنيور ماورو للي من سفارة الفاتيكان في عمان وجمع من الكهنة والراهبات وجموع من المؤمنين. واحتفلت الرعية بذكرى التدشين على أنغام موسيقى المرنم اللبناني جلال بوسيك بمشاركة العازف لوقا صقر وحضور المخرج جوزيف معتوق أصاف، حيث قدموا أمسية روحية نقلت الحضور إلى أجواء روحية ملائكية. وفي الختام قدم سيادته كلمة شكر فيها كاهن الرعية الأب وسام منصور مهنئاً الحضور باحتفالهم البهي ومقدماً للمرنم بوسك هدية تذكارية باسم الرعية. ومن جانبه قدم الأب منصور هدية تذكارية لسيادته عربون شكر وتقدير. وعقب الأمسية احتفل المدبر الرسولي مع الآباء الكهنة والرعية بقطع كعكة الاحتفال وسط مشاركة فاعلة من أبناء الرعية الذين عبروا عن فرحتهم بتلك المناسبة العطرة. احتفالنا اليوم كان بمناسبة عيد مار يوسف اللي أخذنا المناسبة حتى نحتفل بعيد 60، وشرفنا سيادة رئيس الأساقف المدبر الرسولي بيير باتيستا باتسابالا بزيارة رعوية وأيضا رعاية الاحتفال. كان في لقاء مع أبناء الرعية ما قبل الاحتفال اللي فيه طلع على هموم الرعية وعلى نشاطاتها، وأيضا شاركنا هاي الفرحة الكبيرة بمرور 60 سنة على تأسيس كنيستنا. دائما في حياتنا وخاصة في حياتنا الرعوية بحاجة لمحفزات حتى نقوي الانتماء ونشدد روابط المحبة اللي موجودة بين أفراد الرعية. لهذا السبب دائما نبحث عن المناسبات والاحتفالات اللي ممكن نحييها اللي بتخلينا نشتغل مع بعض، نفرح مع بعض، نصلي مع بعض. هذا الشيء اللي بيخلينا نعيش بوحدة ومحبة واحدة كعائلة مار يوسف في جبل عمان. واليوم نحن أخذنا مناسبة مرور 60 سنة على تأسيس وتدشين كنيستنا حتى نحتفل بهذا العيد الكبير كعائلة واحدة.
اخترنا نشكر ربنا بالترتيل والتسبيح مع جلال بوسيك اللي شرفنا وأحيا أمسيتنا بصوته الجميل والمصلي، رفع قلوبنا وعقولنا لربنا حتى نشكره على كل النعم اللي حصلنا عليها بواسطة أحجارها الكنيسة اللي باركها ربنا بشفاعة القديس يوسف، وبارك حياتنا، بارك عائلاتنا بالعماد، بالزواج، بسر التثبيت والقربان الأقدس القداديس، لم كل دموعنا وكل أحزاننا اللي صارت خلال هذه 60 سنة. فنحن من جديد نشكر ربنا على كل هالنعم اللي غمرنا فيها، وبالمناسبة أشكر كل الأشخاص اللي شاركونا هذا الاحتفال، وخاصة قناة النورسات اللي من خلالها أيضا نوصل كل بيوت ونوصل لكل الأشخاص اللي كنا حابين نوصل لهم باحتفالنا اليوم. فكل أمنياتنا أنه ربنا يغمر كنيسته دائما بهاي النعم ويساعدنا أنه دائما نتقدم من محبة لمحبة أكبر ومن شهادة لشهادة أكبر لإيماننا ومحبتنا للرب. بهدف نشر مفاهيم السلام والتضامن والمحبة من خلال الفن والعروض المسرحية، انطلقت في عمان فعاليات أول حفل موسيقي لمشروع كن التغيير، وقدم مدير كاريتاس الأردن السيد وائل سليمان موجزاً عن هذا المشروع الذي سيقام في 30 مدرسة موزعة بمختلف محافظات ومناطق المملكة، حيث أكد على أهمية الفن بنشر وتعزيز مبادئ السلام والأخوة بين الطلاب والذي سينعكس إيجاباً على مجتمعهم وحياتهم. وابتدأت فقرات الحفل بأغاني ومعزوفات مميزة من قبل أعضاء الفرقة الموسيقية، والتي حملت بمجملها مفاهيم الحب ونبذ العنف وعيش عالم يسوده الوئام والسلام. وقام 150 طالباً وطالبة بعرض فقرات فنية متنوعة. وفي الختام تم توجيه الشكر لجميع أهالي الطلاب ومعلمي المدارس المشاركين بالبرنامج والذين كانوا جزءاً لا يتجزأ من نجاح هذا الحفل. هذا المشروع رح يدوم شهر بعدة مدارس على مستوى المملكة، أسبوعين بعمان، رح ننتقل أسبوع عمادبة وآخر أسبوع رح يكون بالكرك، رح يشارك أكثر من 30 مدرسة خلال هذا المشروع اللي هو كل أسبوع رح بيكون فيه ورشات عمل للطلاب والمعلمين عن هاي الفكرة الرائعة كون التغيير، في واللي إحنا أكيد بأمس الحاجة لإلها، عم نحكي عن بناء السلام، عم نحكي عن التضامن، عم نحكي عن المحبة بس من خلال الموسيقى. تجسيداً لروح الطلاق المسيحي الإسلامي في وطننا العزيز، وبمناسبة عيد البشارة، وتكريماً للأم التي أعطتها السماء كرامة وتكريماً، رعى سماحة قاضي القضاء الدكتور عبد الكريم الخصاونة الاحتفال الذي نظمه مركز التعايش الديني في عمان. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. بمناسبة عيد البشارة ويوم الأم والكرامة، رعى سماحة الدكتور عبد الكريم الخصاوني قاضي القضاء في المملكة الاحتفال الذي نظمه المركز الأردني لبحوث التعايش الديني لتكريم عدد من الأمهات، ومن بينهن أمهات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن وكرامته. ابتدأ الاحتفال بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور حمدي مراد عضو هيئة تأسيس وإدارة المركز الأردني لبحوث التعايش الديني، حيث رحب بالرعاية الكريمة والحضور الكريم لهذه الفعالية التي جاءت بمناسبة عيد يحتفل به كافة أطياف المجتمع المسيحي والإسلامي، عيد بشارة السيدة مريم العذراء يوم اصطفاها الله من بين نساء العالم لتكون أماً للسيد المسيح، وأيضاً تكريماً لأمهات الشهداء الذين قضوا أرواحهم دفاعاً عن الحق والكرامة. أما راعي الاحتفال الشيخ الخصاونة فقد ثمن في كلمته هذه المبادرة التي تجسد روح التلاقي المسيحي الإسلامي في وطننا، وتكريماً للأم التي أعطتها السماء كرامة وتكريماً. في مناسبتين كريمتين نعتز بهما ونفتخر، وهما
يوم الكرامة ويوم الأم، عيد الكرامة وعيد الأم، استغل هاتين المناسبتين لتكريم الشهداء وتكريم الأمهات، وهذا شيء طيب من الأب نبيل لاهتمامه بهذه المناسبات الوطنية التي يشعر بها، كما أسس هذا المركز على محبة الأردن ومحبة قيادته الهاشمية ومحبة أبناء الأردن وبنات الأردن. ولذلك هذه المناسبة نعتز ونفتخر بها، ولا يسعنا إلا أن نقدم الشكر الجزيل للأب نبيل حداد والدكتور حمدي مراد والحضور الكرام، بارك الله فيكم. وقال الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني: نلتقي هنا في هذا اليوم بالذات الذي يحتفل فيه المسيحيون بتكريم السيدة العذراء مريم، والذي يصادف عيد بشارتها عندما جاءها الملاك جبرائيل ليعلن أنها ستكون أما للسيد المسيح الذي سيولد منها ولادة عجائبية. وفي هذا العيد، عيد البشارة، كما في ذكرى الكرامة وكما في عيد الأم، نبقى أصحاب سلوك التوحد ونهج الوحدة في وطننا الذي سيبقى قدوة ونموذجا في الوئام والمحبة. وشكر الأب حداد سماحة قاضي القضاء على تفضله برعاية هذا اللقاء الودي المتميز في مكانه وزمانه، بل وفي معناه. عندما أسس مركز التعايش الديني ببركة سيدنا سنة 2003، جلس في هذا المكان أيضا صاحب سماحة، شرواك يا سيدي ويعطيك العمر والصحة، أستاذنا وأبونا سماحة الشيخ الراحل عز الدين الخطيب التميمي، الذي كان لأخي حمدي ولي شخصيا، كان لنا معلما وشيخا بل وأبا. فليس غريبا أخواتي إخواني، ليس غريبا أن نلتقي هنا في هذا المكان وهذه القاعة، حضرها وجلس فيها وزارها وتحدث فيها الملك المؤسس عبد الله الأول، وكان جليسه المطران المثلث الرحمة بولس سلمان المدفون هنا اليوم 25 من آذار. اتذكروا 25 آذار في كل عام هو عيد يكرم فيه إخوتكم المسيحيون أمنا وسيدتنا العذراء مريم ببشارتها. واليوم نجتمع حول هذا الملتقى، الملتقى الروحي والإنساني والحبي للأمومة. أنتم الأمهات، مجرد الأم هي تستحق التكريم، فما بالك إذا كانت هذه الأم والدة لشهيد، إلها كرامة الأم ولها كرامة أم الشهيد، وإلها كرامة الوطن وإلها كرامة التضحية وإلها كرامة الحب. إحنا بنعايد عليكم نقول كل عام وأنتم بخير. في هذا المكان الذي شئناه في المركز الأردني لبحوث التعايش الديني، ليكون عنوانا يحمل معنى القداسة والرتابة والمحبة واللطف والرحمة التي تحمله الرسالات السماوية مسيحية وإسلامية، ونحن في هذا الوطن الحبيب نعتز بقيادته الهاشمية المباركة سليلة الدوحة
النبوية الشريفة وأخوة الأنبياء والمرسلين، ونعتز كذلك في هذا الوطن أن المسلمين والمسيحيين فيه أسرة واحدة، ونأبى في هذا الوطن إلا أن نظل نجدد معنى الأسرة الواحدة ونكرم من يستحقون التكريم، فمهما كان التكريم فسيظل جزءا مما يكون الاستحقاق له لأمثالكم أيتها الفضليات وأيها الأحباب. حضر الاحتفال عدد من الشخصيات الإعلامية والمجتمعية المميزة وأهالي وأسر أمهات الشهداء الذين حضروا من كافة مدن المملكة. وفي الختام قامت الأمهات بقطع كعكة العيد، وتم توزيع الدروع التكريمية لعدد من أمهات الشهداء وأمهات لهن إسهامات متميزة في رسالة وتقدم الوطن ونهضة المجتمع. أقيمت في العديد من الكنائس والمدارس الأردنية احتفالات بهيجة بمناسبة عيد الأم، شارك بها الكثير من أبناء الرعاية في مختلف محافظات المملكة. تخلل هذه الاحتفالات التي حضرها الأباء الكهنة والراهبات وجموع كبيرة من الأهالي والمدعوين إلقاء كلمات وتقديم فقرات فنية وترفيهية ممتعة. إلى المزيد. لأن الأم عطاء وتضحية ومسيرة كفاح ونجاح، فهي تستحق منا الوفاء والامتنان والشكر على ما تقوم به في حياتها من جهد صامت دون مقابل. ومن هنا وفي غمرة الاحتفالات هذه الأيام بعيد الأم، فقد أقيمت في العديد من الكنائس الأردنية احتفالات شارك بها الكثير من أبناء الرعاية، حيث أقامت مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي في الزرقاء حفلاً تكريمياً لأمهات وأعضاء المجموعة في قاعة الكنيسة بحضور كهنة الرعية والراهبات. وتضمن الحفل فقرات فنية تغنت بالأم والربيع والكرامة قدمها أشبال وزهرات المجموعة، فيما ألقى الأب إياد بدر كلمة وجه فيها التحية للأمهات طالبا من الأبناء حب ومساندة الأم جنبا إلى جنب مع حب الوطن. من جانبه شكر القائد العام للمجموعة ركان فاخوري الحضور وكهنة الرعية والراهبات على دعمهم المتواصل للمجموعة بمناسبة عيد الأم وبمصادفة الربيع وعيد الكرامة. ارتأت قيادة المجموعة وخاصة المجموعة الإرشادية إنها تعمل نشاط مصغر للأشبال والزهرات والمبتدئ والمتقدم، وندعي الأمهات وأكيد الأهالي أجمعين ونقدم لهم جزء من المعروف والمحبة اللي هم عودونا عليها. كل عام وأنتن الكرامة وال نبع الحنان، وشكرا لكل اللي داعمنا وكل اللي بيآزرنا، وشكر خاص لراهباتنا وكهنتنا اللي دايما واقفين معنا بكل مناسبة. شكرا لأهالي الأفراد اللي ما بتخلوا عنا ولا بأي لحظة ودايما داعميننا أول بأول، وهذا عربون محبة بيننا وبين الأهالي أجمعين. كل سنة وهم مسالمين. كما تضمن الاحتفال محاضرة عن الأم قدمتها الصحفية رنا حداد، نوهت من خلالها على تعظيم الديانات السماوية لدور الأم وأهمية دعم الأمهات ومساندتهن للقيام برسالتهن على أتم وجه. بشكر الكشافة وبشكر على مجهودهم على الحفل اللي كتير كتير حلو متعوب عليه، بشكر القائد الكركان والأشبال والزهرات والقادة كلياتهم، وكل عام وهم بخير كل الأمهات. كما أقامت الكنيسة السريانية الكاثوليكية في الأردن احتفالاً بعيد الأم ضم أكثر من 300 أم مهجرة من مختلف مناطق العراق،
وفي بداية الاحتفال ألقى الأب فراس دردر خادم الرعية كلمة عبر فيها عن معنى العيد خاصة من الناحية الروحية. الكنيسة هي أم تهتم بأبنائها، واليوم إحنا كواجبنا كراعي لهذه الجالية العراقية من المهجرين العراقيين بهذا البلد الغالي الأردن، احتفلنا مع بعضنا البعض بحوالي 300 أم، وكان احتفال قدمنا في بداية قداس شكر للرب على كل الأفضال وعلى كل النعم اللي يعطينا إياها من فيض رحمته، وكانوا النساء كثير فرحانين خاصة من بعد التجمع اللي يعطيهم التشجيع، يعطيهم الأمل، يعطيهم الرجاء، خاصة هم مهجرين بهذا البلد المبارك. وبعدها تم توزيع الهدايا كهدايا رمزية حتى نقولهم أنه الكنيسة هي أم تهتم بأبنائها وما تتخلى حتى في أشد الضيق والألم، والكنيسة تبقى محافظة على إيمان أبنائها. شكرا. ثم ألقت مسؤولة لجنة المرأة كلمة عبرت فيها عن دور وتضحيات الأم في تقديم الغالي والنفيس من أجل عائلتها، وختمت كلمتها بقولها: مهما اختلفت البلدان في التعبير عن معنى العيد، يبقى عيد الأم نبراسا وعلامة حية على استمرار الحياة. احنا اليوم موجودين هون بكنيسة السريان الكاثوليك نحتفل بعيد الأم، نشكر لأبونا فراس لأنه سوانا القداس، وأحب أعايد كل أمهات العالم وأمي في فرنسا، وشكرا كثير لقناة نورسات لحضورها وتغطيتها الحدث. وبعد صلاة الختام تم توزيع الهدايا العينية على جميع المشاركات في الاحتفالية، ثم توجه الجميع إلى الباحة الخارجية لتناول الحلوى والمرطبات شاكرين الرب على نعمه. سهرت لتغفو هانئا متنعما، فاطلب رضاها سائلا أو سامعا. كما أقيمت احتفالات مماثلة في مدرسة اللاتين في الجبيهة، حيث راعى الاحتفال فيها قدس الأب بطرس حجازين راعي كنيسة اللاتين في الجبيهة، بحضور إدارة ومعلمي المدرسة وعدد كبير من الأهالي والمدعوين، حيث قدم أطفال المدرسة خلال الاحتفال فقرات فنية ورقصات منوعة وأغان نالت إعجاب الحاضرين. وتقديرا لعطاء الأم وتفانيها في خدمة عائلتها ومجتمعها، أقيم في روضة مدرسة راهبات الوردية بمرج الحمام حفل بهيج بمناسبة عيد الأم، حيث تضمن الاحتفال الذي حضرته الأخت كلوديت دبابنة مديرة روضة راهبات الوردية وجموع من أهالي الطلبة إقامة عدة نشاطات وفعاليات فنية ورقصات شارك بها فرق الأطفال، إضافة إلى فقرات ترفيهية ممتعة. وقد عبرت الأخت كلوديت دبابنة مديرة الروضة عن سرورها لمشاركة أمهات الأطفال في هذه الفعالية التي تزرع في نفوس أبنائهن منذ الصغر بذور المحبة والتقدير لدور الأم المحوري. وقد تلا كل أطفال الروضة بصوت ملائكي مجموعة من الأغاني باللغتين العربية والإنجليزية ارتكزت كلماتها على حب وتقدير الأم. وفي نهاية الاحتفال وزعت الحلوى على الأطفال وعموم الحاضرين. نحن معتادين سنوي على بعيد الأم بنحتفل مع الأمهات، طبعاً بيبقى في برنامج وبنصادف فيه كمان يكون في المعرض شغل أولادهم مشان يشوفوا إيش اشتغلوا بحر السنة. الحقيقة مع معلمة الفن عملوا عن طريق جروبات مجموعات لوحات، بعرفش بطبيعي هي بطريقتها شو بتسميهم، بس لوحات عملوا عن طريق مجموعات حتى الطلاب يقدروا يشتغلوا لما يكونوا مع بعضهم بيشتغلوا بطريقة طبعا مميزة مع مدرستهم، فكانوا جدا متفاعلين. كل جروب بكل صف تقريبا عملوا 8 لوحات فكانت مميزة، وانت شايفها برونقها الحلو.
بهني كل أم وبقولها كل سنة وانت سالمة وربنا يعطيها الصحة، وكل أمهات العالم أنا بودي لهم تحية من روضتنا من روضة الوردية، ومع طلابنا بنقدم لها أحلى تحية وكل سنة وهي سالمة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. في لقائه الأسبوعي البابا فرانسيس يوجه بضرورة المشاركة بالخبز اليومي. رعية مار يوسف للاتين بجبل عمان تحتفل بالذكرى 60 للتدشين. كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم تقيم قداسا احتفاليا بمناسبة عيد القديس يوسف. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.